Sen anlat Karadeniz. تعال شو هاد؟ أكيد ما رح نضل جوعانين ونحن عم نحكي عن مستقبلنا، صح ولا لا؟ ليلي، وبالعادة الشاب بيعزم البنت على العشاء قبل ما يطلبها للزواج؟ أنا ما رح كون إلك أبداً، عم تفهم؟ يعني لازم نفس الحكي عيده كل مرة؟ بدك ذكرك إنه حياة طاهر وحريته وطلعته من السجن بإيدي أنا نفس؟ ولا احكي لك عن هالبنت المسكينة يلي اسمها نظر وقلك انه فيني دمر حياتها لانه صارت بايدي؟ تعرفي شو كمان؟ نظر هي مالا مثلك بنوب، عن جد هي البنت كتير غبية ومصدق انه معك شيزوفرينيا هالمجنونة. متذكر هالصوت ما؟ يعني دمار حياتها لنظر ما رح يأثر فيكي، ماشي؟ عائلة كاليلي اللي رح أخذ منهم بيتهم وأصغر شي بملكوه كمان ما رح يخلوكي ترجعي لي، ما هيك نفس؟ مظبوط؟ طيب وطاهر؟ اليوم موعد المحكمة وأكيد رح يفوت على السجن. وابنك ييت ليلي شو وضعه؟ لما المحكمة تقرر وتعطيني اياه بتعرفي شو رح اساوي نفس؟ رح اخده ورح نروح لبعيد كتير انا وياه، وما عاد تعرفي اي خبر عن ابنك، ما عاد رح تشوفي ابنك مرة تانية، وما عاد تقدري تعرفي مكانه قد ما حاولتي. هاي اللعبة صعبة وبتخوف نفس، شو جاهزة لتلعبي؟ هذا الشيء كلياته بصير بقرار منك نفس، فنصيحة اترك الجماعة يعيشوا حياتهم مرتاحين، وابنك رح يضل جنبك وقتها. شو قلتي؟ موافقة مو هيك؟ ولا مانك موافقة؟ تكسر أي إيد بتنمد لي ما هيك؟ لأنك ملكي أنا نفس، وأي إيد بتنمد على شي بملكه أكيد بكسرها. معناتك كسر لي إيدي لحالي؟ يعني موافقة نرجع مو؟
ايه موافقة. شكرا كتير نفس، شكرا لك. يلا كلي. شو ما رح تاكلي؟ اي مثل ما بدك. لكان خلينا نجيب ابننا من المدرسة وبعدها منروح على اسطنبول دغري. حلو البحر الأسود، بس أنا اشتقت لبيتنا. شو جاب الشرطة هلا؟ نفس، نفس، ساعدوني، ساعدوني يا شرطة. أنا مستحيل أرجع لك يا مختل. نزلوا لك يلا. رغم أمر الإبعاد خطفني وجبرني أطلع معه، أنا بدي أشتكي عليه. أنا خطفتك؟ شو عم بتقولي أنت؟ إيه خطفتني. ضحكتي علي مو هيك؟ عم تلعبي معي؟
أهل النفس حبيبتي، شو صاير؟ آسيا، فيني فوت على البيت؟ شو عم بصير يا ربي؟ سنية خانم جوا، شو جنيتي؟ أوف آسيا، شو بدي بسنية خانم؟ مو وقتها هلأ، بعدي لقلك. كنت قايلة خرجة تكوني سلفتي، بس شكلك سبقتيني. شو قوة هالقلب اللي عندك؟ أوف آسيا، والله هالحكي مو وقته. ايه تصطفلي فوتي، خلي سنية خانم تجن لما تشوفك. هاي الحقير عنا شو جابها؟ خير اختي، شو صاير معي؟ مصطفى، أنا جاية أحكي لك، بس بالأول طلعي طلعي برا البيت. خلصنا ماما ماما، حاجة تصرخي هلا، حلقك بيوجعك. خلوا هالواطية تطلع من بيتي. طمني، مو جاية، ضل سنية خانم، رح خلص طاهر من السجن. شو هذا اللي بدك تعمليه؟ هذا العم مدحت، افتح له الباب. لازم مدحت؟ إذا بدك تخلصي طاهر عن جد، نلعي من هالضيعة. اسمعي حماتي، قولي كلمة تانية، وحتى وشي ما بقى تشوفيه من هلأ ورايح. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام عمي مدحت. أهلين خير شبي، قلتي لي إجي ضروري أحكي، شو الموضوع؟ أنا رح روح أقابله لفيدات اليوم، رح اتهمه إنه خطفني وأنت رح تمسكه. طاهر رح يتحاكم بتهمة الخطف تحت تهديد السلاح، وانت كمان، وغير هيك خالفت أمر قضائي وهددت حياتي حتى. يا بتسحب الشكوى اللي مقدمها بحق طاهر، يا بتفوت مثله على الحبس. كرمال طاهر يا نفس، عملت كل هذا الشيء كرمال طاهر؟ ايه كرمال طاهر هيك عملت، وكرمال ابني كمان. ما في تاخد ابني مني، ما كفاك كل يلي عملته فينا؟ إذا بتفكر تقرب علينا رح تلاقي طاهر بوشك فيدات. فيدات صير ادعى انك خطفته وحجزته بسفينة عائلتكم بقوة السلاح، وادعى كمان بانك ضربته. عندك شي تقوله؟ بنوب يا ابني، انت ما ادليت بشي بمركز الشرطة وما قدمت اقوالك لأي جهة، هاي اخر فرصة لإلك اذا بدك تقول اي شي. ما في شي اقوله. القرار المتهم طاهر كاليلي، حسب المادة رقم 148 من قانون العقوبات، متهم بعملية خطف وبقوة السلاح، وحسب المادة 86 من قانون العقوبات التركي كمان متهم بتهمة الاعتداء بالضرب وتهديد حياة. سيدي القاضي، بعتذر على المقاطعة، موكلي قرر يسحب الشكوى تبعه. شو قصدك؟ موكلي فيدات صير تقدم بالشكوى بسبب خلاف بالعمل بينه وبين السيد طاهر كاليلي سيد القاضي. هو كان متواجد على سفينة عائلة كاليلي بإرادته يومه، ولما احتد النقاش بينه وبين السيد طاهر تقدم بهالشكوى واتهمه بخطفه. منعتذر من مجلسكم الموقر. موكلك رح يتحاكم بتهمة تضليل السلطات. موافقين سيد القاضي، منكرر اعتذارنا. حكمنا ببراءة المتهم طاهر كاليلي. كيفن أحفادي الحلوين اليوم؟ جدي عثمان. شو القصة؟ شو صاير لك يا ييت؟ اليوم في ولد بالمدرسة خبروا ليت إنه عمو طاهر حطوه بالسجن. عن جد هيك؟ بالم، يلا بنتي. حبيبتي أنت طلعي بالباص، وييت أنا بدير بالي عليه، لا تخافي يا أميرتي. يلا حبيبتي. ليك اليوم المساء بتصل على موبايل خالي نفس وبحكي معك، اتفقنا؟ اتفقنا. تعال حبيبي، عطيني إيده. شوي شوي يا شاطر، على مهلك. احكي لي شو اللي صار. عمو طاهر رح خطف بابا وفات على السجن. أنا كتير متضايق،
لأن لو ما كنا هون بابا ما كان عصب وعمو طاهر ما كان حباس. عم تلوم حالك يا حبيب جدو؟ بس هذا اللي صار. ما دخلك يا ابني، العقل موجود عند كل إنسان وهو مسؤول عن تصرفاته. أنت رحت شي لعند عمو طاهر وقلت له خطوف أبي؟ لا ما قلت له شي أبدا. معناتها ما لك ذنب باللي عمله، كل الحق على عمك طاهر لأنه هو كتير عصبي مو هيك؟ إيه لا تزعل وادعي له أنه يطلع. عن جد عم تحكي أسماء؟ خلص يعني كل شي انتهى هلا؟ رح يطلع طاهر؟ إيه بس أجينا على المخفر بعد المحكمة، في إجراءات عم نعملهم، كم ساعة بالكتير وبيطلع. ألف الحمد لله، براك رح يطلع طاهر. أسماء الله يوفقك، بس يطلع خبريني فورا. ليكي أسماء أنا كتير كتير بحبك، ناطرة منك خبر. يلا باي باي. براك طلع طاهر. رح يطلع طاهر، خلص طلع طاهر طلع. ألف مبروك. كيف قدرانة هيك تكوني؟ شو بني؟ قوية. أنتي ما فقدتي الأمل لآخر لحظة، وجرأتك ما اهتزت أبدا، رحتي واجهتي فيدات وما خفتي على حالك. كيف فيك تكوني هيك نفس؟ الله أعلم. من أنا وعمري 16 بعمل حالي قوية، بس هلأ قويت عن جد وماني دريانة. هلأ هاد هو السر يعني؟ ما في سر بنوب. إذا ما كان عندك حل غير إنك تكوني قوية، وقتها بتفهمي القوة اللي موجودة جواتك. أهلا وسهلا. عرف بقصة طاهر، مسكين خبروه رفقاته بالمدرسة. شو هالحظ؟ ما دري إلا لما انحلت القصة. شلون انحلت القصة؟ هات البشارة شيخ عثمان، فيدات سحب الشكوى ضد طاهر ورح يرجع على البيت. هاد أحلى خبر بسمعه اليوم، بشكر الله وبحمده. شو حبيبي؟ هلأ نحن تعودنا ننحبس دائما. بس عمو طاهر مو متعود. عمو طاهر بيطلع على الجبال، بفوت على البحور، كيف رح يقدر يضل بالسجن؟ بدي انحبس بداله، أنا متعود. يا عمري أنت، عمو طاهر ما رح يضل بالسجن. أمي أنت عن جد عم تحكي؟ أكيد، وعلى الأغلب بالليل أو بالكتير بكرة الصبح بتلاقي طلع ورجع على البيت. أمي عم تقولي هيك مشان ما أزعل على عمو طاهر؟ ما بدي تقولي لي شي ما رح يصير. حبيبي يا عمري، بعرف إني بقلك كتير شغلات، بس أنا بحياتي ما كذبت عليك. عمك طاهر رح يرجع. يعني نحن ما رح نفترق أبداً، ما هيك أمي؟ ما رح نفترق حبيبي، أكيد رح نضل مع بعض. تعال عندي لقلك. Thank you.
ألو أنا فيدات، لازم تجي على طرابزون دغري. نفس ما عاد في قوة تسيطر عليها. ليك، بكرة موعد أول جلسة بدعوى الوصاية، كون هون قبل موعد الجلسة. أنا ليش طلعت ولا؟ أنا هلأ شو بدي أقول لك؟ أخي مصطفى بيشرح لك كل شيء، هو عم يستناك بالبيت. وقفي خلصنا أمي. ما بقدر، مو مصدق أنك طلعت من السجن. أمي انحبست يوم واحد بس وطلعت. وقفي، خليني بالأول أفهم أنا كيف طلعت وبعدين منسلم على بعض. طاهر يا غالي، ألف الحمد لله على رجعتك لعنا بالسلامة. الله يسلمك. الله يسلمك. ألف الحمد لله. ما طولت، الحمد لله. أنت طلعتني بعد ما سلمت الاعتراف لفيدات؟ إلا كان أنا كيف طلعت؟ نفس طالعتك. أي نفس؟ شو راحت لعند فيدات يعني؟ إيه هيك؟ هيك ضحكت على فيدات ورجعت بعدين. إيه احكي مصطفى شبك؟ والله لك فهموني انتو شو عملتوا؟ عملتوا نفس طعم وقدمتوها لفيدات مو هيك؟ لا هذا الحكي مو صحيح. ثلاثة قد الحيط ما بتعرفوا تشتغلوا شغلة صح؟ على مهلك. لك كيف قدرتوا تبعتوا نفس لعند فيدات؟ بس بدي افهم. وقف، وعمي مدحت كان مشارك معهم. مرت اخي وانتي كمان كنتي بالموضوع. انا قلت لكم رح جيب الجفت واجي. يعني نحن اللي ما عملنا شي وضلينا قاعدين بالبيت؟ مو قلنا بدنا نساعد؟ بس طبعا نفس ما رضيت. لك هاي الخطة مو معقولة، ادعوا ما يطلع طاهر ويعرف باللي عم نعمله. كل هاد مشان نطلعه، شو انت اهبل شي؟ ايه طيب مين اللي بده يخبره انه بعتنا نفس لعند فيدات؟ قولوا. لا مو ظابطة ابدا، لما يطلع ويعرف القصة رح يقتلنا كلنا ويرجع على الحبس مرة تانية، فليش لنتعب حالنا على الفاضي؟ طيب في عندي فكرة، منروح نحن ومنقابله احسن. بدك نسحب منه الحكي سحب؟ ايه وانا رح جيب الجفت وروح معكم. شو ما فيكن حدا عاقل؟ اهدوا بلا جنان، وما حدا فيكن يتدخل بشغلي. انا حروح لعند فيدات وهدده بالفيديو اللي معي قبل موعد المحكمه. لا اخي اصحك، اللي حامي روح طاهر هو هالفيديو، مشان الله اسمعوني، خطتي انا مضمونه اكثر. من وين جايبه هالشجاعه كلها؟ فهميني اخي، رح يجن ويعصب اذا سمع بهالحكي، وبتعرفي هو بس يطلع ويجن ويعصب ويخانق ما رح ازعل منه ابدا. حلو، لكان قد ما عصبت وخنات هي ما رح تزعل مني مو هيك؟ ايه والله هاد اللي قالته اخي. خلاص حاجة تحكي، يعني معقولة ما حدا فيكن قدر يمنعها؟ خلاص اهدى بقى، لانه على اساس نفس كانت رح ترد. لك قاسية لو. خلاص على مهلك. الريس قاسية واحد ونفس التانية. لك ضليت يوم واحد جوا بس يوم، وليك اللي صار بغيابي، لك شو اعمل فيكن هلا؟ على الأقل مثلاً فيك تقلنا شكراً يا باشا. لكان هيك، إيه لازم أشكركم. استنوني لأرجع. استنى لوين رايح؟
في مخلوقة أنا لازم روح فورا وحاسبها، ولا تفكروا نسيتكن حسابكن بعدين، مالي مطول. يعني ما بده يقول إنه اشتاق لمشان هيك بده يروح، لا بيقول إنه رايح ليحاسبها. شو يعني شايفنا جدبان قدامه؟ فشار. سلم لنا عليها. كيفك برك؟ شو لسه بدك مني؟ بدي أعرف إذا أنت عم تعطي نفس الدواء ولا لا؟ كل يوم بيومه. متأكدة؟ وبلشت تهلوس منه؟ على طول وكتير. قلتي لي كتير؟ إيه هاد يلي صاير. مدام هيك يا برك، ليش نفس متزني لهالدرجة هي؟ لدرجة إنه هي تقدر تنصب لي فخ؟ هي نصبت لك فخ معقول؟ أي نعم، يعني فيك تتخيلي إنه هي المرأة اللي عم تاخد دواء هلوسة ضحكت علي اليوم. أنا اسمعيني، أنت رح تجاوبيني على سؤالي. نفس، ليش لهلأ هي بوعية؟ يمكن أنت يكون في عندك جواب لسؤالي يا نجيب. نجيب انت كلب وفي كتير على فكرة، يعني انا ما طلبت منك انك تجي، بس انت لحقتني لحالك على هالمكان. انتو احقر اتنين، الله ينتقم منكن انتو الاتنين. يا بيك انتي طلعتي وحدة ما بنوثق بحكي نهائيا يا أميرة. قلتي لي إنك رح تعطيها الدواء وما عطيتيها، قلتي لي إنك رح تنقلي لي كل سر من أسرار نفس، بس ما حكيتي لي شي ولا جبتي لي سيرة الملعوب تبعها. أنتي ما وفيتي بوعدك إلي يا برك، بس أنا بوفي بكل وعودي، ولما بحكي بكون قد الحكي اللي عم بحكي. شوفي شو جبتلك معي، وعدتك وأنا عم بوفي بوعدي، وما جبتلك شوية شعر. هاي القطعة اللي معي لأمك، خديها خدي. امسكي. شبكي براك، يلا افتحيها، أنا تحمست لشوفها ونجيب مثلي كمان، مو هيك؟ تعطي نفس من الدواء اللي معك يا براك، يا أما أنا كل ليلة رح خليك تشوفي قطعة قطعة من أمك وتتحسري عليها. اختاري أنت براك.
أكيد أنت عرفت أصبع مرتك، مو هيك نجي؟ يمكن هلأ بتكون كتير اشتقت لها، مرقوا السنين بسرعة مو؟ لك أنت شو؟ بدك تقلي أنا شو طينتي، صح؟ مو هيك بدك تقلي؟ أنا برأيي أنت اللي بتعرف، وما في داعي اشرح لك بنوب إنه من شو أنا معجون مو يا نجيب. ها؟ قول لبنتك هذا الحكي، لأنه نحن من جديد عم نتعرف على بعض، واضح إنه هي كتير مستخفة بقدرات فيدات. أنت احكي لها يلا. لا تتأخر بالرجعة، مفهوم؟ لا تضيع وقت أنت وبنتك. وقعنا بإيدين واحد ظالم مثل هاد، كيف قدرت؟ اصحك اصحك تخليني ارجع اشوف وشك، والله بقتلك. براك؟ سمعت صوتك من جوا، ليش عم تبكي شبك؟ أنا مشتاقة لها لأمي، اشتقت لها كتير. تخبي لقلك تخبي. شوفي كيف رح أكسر الشباك. طاهر؟ لك نفس، أنت كيف بتروحي لعند فيدات؟ فيك تفهميني؟ ما قلت لك ما تقربي على هذا التافه بأي شكل؟ أنا مو قلت لك لا تجربي إنه تساعديني بأي شيء؟ نشكر الله. لا تقربي، أنا معصب منك كتير نفس، لا تطلعي فيي أبداً، لا تضحكي ولا تدلعي علي حتى، ولا تفكري انك تسايريني. اصحك تجربي تخليني ارضى باي طريقه. اي طيب. لك انت كيف لا تتعاملي بهالطريقه؟ ليش شو عملت؟ لا تتعاملي معي باسلوب، قد ما صرخت وعصبت ما رح ازعل. لانه انت شو ما عملت وحكيت انا مستحيل ازعل منك. لك يا نفس، كيف بتقدري تنسي الواحد العصبية كلها؟ هدي قلبك هلا؟ لا ما هدي. طيب كمان بتعرفي شو؟ لبعد 10 سنين أنا رح ضلني هيك طاهر. بس شو نفس؟ إذا بتطلب روحي بعطيك إياها وما بتردد ولا لحظة، تذكر هالحكي هاد. لا تقولي هيك. إيه أنت شو دخلك هاي روحي؟ اسمعي نفس خانم، شكلك عم تجربي توصيني بسلاحي صح ولا شو؟ لما تقولي روحي يعني روحي أنا،
يعني هي الروح اللي عم تحكي عنها ما عادت روحك لحالك أنت وبس. وهلأ شو رأيك؟ يا ريت بعرفك من لما كنت صغيرة، لما كانت الروح روحي لسه. نفس، لما أخذني أبي لعند فيدات أنا متت طاهر، كل اللي بقدر أعمله أنه ضحي بروحي كرمالك. تقبل هذا الشيء. أنت صايرة عم تخبصي كتير هاي الفترة. خلصنا إيه؟ على فكرة أنا اشتقت لإيد. فوتي وافتحي لي الشباك بسرعة. ليش؟ يلا فوتي وافتحي لي الشباك نفس. ما رح فوت من الغرفة اللي براك نايمة فيها. روحي. لك تقبرني هالريحة. عمو طاهر انت اجي؟ حبيب قلبي. اوه معقول هاد نام دغري؟ والله هيك شكله. عمو طاهر الله يخليك ضل نايم جنبي اليوم. خلص انتي روحي نامي جوا. ايه تكرموا. تصبح على خير. انتي من اهله. تفضل منا ومنكم. صباحك خير شيخنا. الله يسعد صباحك. يا صباح الخير شيخنا. اهلين صباح النور. صباح الخير شيخنا. يا صباح الخير. كل ما بكرنا بيكون احسن. قصة ما بدها خوف. ايه صح. يعطيكم العافية. الله يعافيك. أهلين شيخي. وقعت بين إيدي يا طاهر. براك بنتي قومي شوي. قومي بدي اياكي. قومي افتحي الباب. لا تحكي شيء. يلا افتحي الباب بسرعه.
طاهر ويت هون بس نفس مو موجودة جوا. معقول؟ الله يوفقك يا بنتي، ما تواخذيني لأنه فيقتك من النوم بهالوقت. استغفر الله شيخي، أنا أصلاً ما كنت نايمة. ليش فيكي شي؟ صاير معك شي قصة؟ حضرتك أحن أب بهاي الدنيا. شو بدي أعمل؟ أنتوا أماني عندي ولازم دير بالي عليكم كتير. روحي أنتي نامي بغرفتي وأنا رح ضل هون، ماشي؟ يلا فوراً. تصبح على خير شيخي. يلا الله يريح لك بالك يا بنتي. شو هدول؟ اليوم هو موعد جلسة الوصاية تبع نفس، ورح أخذ لأواعي لتلبسهم. مو مثل هدول البنطلونات البشعة تبعها، شكلهم غريب ما بحبهم. اليوم موعد الجلسة؟ حيبعتوا ورا الشهود يعني؟ لا لا، الجلسة تبع اليوم بس بتخصهم، يعني الطرفين رح يوقفوا اليوم قدام القاضي وهو بعدين بيحدد لهم إمتى موعد الجلسة الرسمية. فاتح، حضر لي حالك مشان توصلني عبيت أبي بعد شوي. يا العيني. براك؟ كنت جاية لحتى فيقك بس لقيت أخي طاهر جوا. هو إجا بنص الليل وكان مشتاق ليت كتير وخلاني روح نام برا. أخي طاهر مجنون عن جد. إذا بدك روحي فيقيهم لأنه الفطور صار جاهز تقريبا. أي ماشي. Dalgalar alır.